كان مخبي سندوتشات طعميه في الجيتار وبيغني بجد؟ وفي مكان خمس نجوم وقعد يطلع سوافي منتي بسامي تكيرو سانتيرتو سلاميو بس سانتوميو تراوي سطحة الترشي سوافي. انت بتضحك الناس عليا يا لطفي؟ لا انا اسف. قال ايه قصاري قلت ايه؟ بعد جاي اضحك يا كباتن. قلت في ايه؟ في الدمعه هتفر من عينها. بص لا مفيش حاجه, احنا بنتكلم عادي بروح حلوه وبحب شديد. بنتكلم, انت عماله تدي في كلام وهو عمال يستظرف. ابتديت تستظرفوا عليا بقى, يعني الموضوع ما بقاش تهريج بقى. هو صاحبك بقى موضوع استظراف عليا ده اللي انا شايفه. هو صاحبك وحبيبك. ايوه صاحبي حبيبي, بس من مش هنفضل بقى نضرب بعض. هو ما غلطش فيك يا عم, خلاص بقى هيتسال الناحيه الثانيه. مش عايز اكمل ايه رجلك فيها ايه؟ مش عايز اكمل البرنامج ده لو سمحت. تعالى اقعد بس. لا والله العظيم لا يعني كده الموضوع زاد. نزل ايدك, نزل ايدك يا واد يا جامد. خلاص بقى معتذر عن البرنامج ده. زقيته بتوجع؟ زقيته كده بتوجع؟ طبعا طبعا جامد جدا. خد تعالى بس بنهزر. لا مش عايز اكمل البرنامج ده. انا اسف يا جماعه. هتقولي لي انا اسف والله. ما كنتش يعني انت جاي يعني عشان تبقى اسف هنا يعني ده المشوار ده عشان تبقى اسف. اقعد وخلاص يعني مفيش حاجه. تعال طب متشكرين بس يا لطفي لو سمحت اقعد بقى. ادوارد ممكن تقعد ما تزعلش. كمل بقى. تعال لطفي عايز يقول لك حاجه بجد بجد من فضلك. ثانيه واحده. انت انجي زعلتي؟ والله لا خالص, ده حبيبي, ده انا بحب ادوارد جدا وحياه ربنا. بص واضح انا حسيت كده في الفتره الاخيره فعلا. والله بموت فيه ومعايا في المسرح. قول له يا لطفي قول. انا اسف. تعال قول له الحقيقه. يا جماعه انا همشي وانا اسف ان انا مش هكمل البرنامج. تعال اقعد هنا بس. مش عايز اقعد معاه ولا اقعد ولا عايز اهزر. ليه حد؟ انا مش عايز اهزر. مش عايز اهزر انا بالطريقه دي. كنت بتقول ايوه كنا قاعدين بنهزر وبعدين الموضوع زاد يا لطفي وانت زودت في التاريخ زاد على اللزوم. في الحواوشي الغي الحواوشي بس هو ده اللي زاد كان جوه. شكرا يا جماعه. شكرا يا جماعه. قول له يا لطفي. قول له. شكرا يا جماعه انا اسف جدا. تعالى ادوارد هم تعالى بس مش عايز افاجئك. تعالى وما ينفعش نعمل. تفاجئني بايه يا لطفي؟ تفاجئني ان انت تفضل تضرب فيا في كلام والناس ابتدت عماله بتضحك وبتستظرف. ده عشان انت كوميدي. قول له يا لطفي خلاص. قول له يا لطفي. يا لطفي ما انت اللي جرجرتهم ورزت الضحك الفايبريشن اللي انت كنت بتعملها دي. هم ضحكوا عشان كده فايبريشن. شكرا يا جماعه انا اسف. طب تعالى هيقول لك حاجه. هيقول لك حاجه. تعالى ساكت. اهو شايف الدلع ده. انا ما دلعش ابنها الصغير. اه والله خالص. لو سمحت يا جماعه لو سمحت. بنت لو سمحت سيبني يا لطفي. تعالى ثانيه بس يا بس عشان ما يتعصبش. بس تعالى قول له يا لطفي. قول له يا لطفي يا عم عايزين يعملوا فيك حاجات من دي من بتاعه اللي هما بيعملوها دي.